السلام عليكم، ازيكم؟ الرحمن الرحيم، الاخبار؟ هنتكلم بعد كده. احنا خلصنا التخطيط بتاع المينا وعرفنا ايه المينا بتتكون من ايه، وعرفنا مكونات المينا. اخدنا تصميم القناه الملاحيه، تصميم التيرنينج سيركلر، لكن احنا لسه لنا حاجتين بس في الاجزاء بتاعه المينا، تصميم اجزاء المينا، عشان نكون خلصنا كل تصميم اجزاء المينا. هنبدا باول حاجه السكشن ده ونكمل السكشن الجاي. السكشن ده هنتكلم في ايه؟ في تصميم الحواجز الاموال. طيب، واحنا قلنا قبل كده حاجز الاموال من اسمه مهمته ايه؟ مهمته ان هو يحجز لي اكبر قدر من الموجة. طيب، كفاءة الحاجز ده بتتوقف على ايه؟ بتتوقف هو حجز قد ايه. كل ما بيحجز اكتر كل ما كفاءته بتعلى، وبالتالي يبقى هو كده شغال صح، او انا مصممة صح. كل ما صممه صح كل ما يحجز لي اكتر كل ما يبقى كفاءته عالية. طيب، انا كده اتكلمنا عن اول حاجة فيه هي وظيفته. انواع الحواجز الامواج، قالك ان عندي نوعين من حواجز الامواج. النوعين دول هما دول اللي عليك، لكن في الواقع انا عندي مئات الانواع من حواجز الامواج. كل يوم بيظهر نوع جديد من حاجز الامواج، وكل نوع بيبقى ليه كفاءة مختلفة عن النوع التاني، وكل نوع ليه وظيفة او ليه مكان المفروض يتنفس فيه. طيب، انت بس مش عليك غير نوعين، خلاص يبقى سيبك من كل الانواع اللي احنا ممكن احنا اصلا مش هنتكلم عنها. خلاص، النوعين اللي احنا هنتكلم عنهم، اول نوع اللي هو الرابل ماوند بريك ووتر، وهنعرف عبارة عن ايه وهنعرف تصميمه، وهنتكلم عن نوع تاني. وما نيجي نوصل للنوع التاني هتلاقينا ان احنا اصلا اخدناه قبل كده، يعني ما هوش جديد عليك. طيب، نتكلم في اول حاجة اللي هو الرابل ماوند بريك ووتر، حاجز الامواج. الرابل ماوند ده عبارة عن ايه؟ قالك حاجز الامواج ده عبارة عن ثلاث طبقات. حاجز الامواج ده عبارة عن ثلاث طبقات. اول طبقة اللي هي الطبقة الداخلية ده، بنسميها الكور او النواة. ايه هي اللي بتتميز بها الطبقة ديت؟ قالك الطبقة ديت من مميزاتها ان هي حجم الاحجار اللي موجودة فيها، زي ما انت شايف كده، حجم الاحجار صغير جدا، وبالتالي النفاذية او البرميابيليتي بتاعتها اقل ما يمكن. خلاص، طيب، وظيفة الطبقة دي ايه؟ قالك الوظيفة بتاعت الطبقة دي الاساسية هي اللي بتحافظ لي على التوازن بتاع الحاجز الامواج بصفة عامة، حاجز الامواج كله، حاجز الامواج الرابل ماوند كله. يعني ايه؟ يعني لو الطبقة دي حصل لها انهيار معناها ان الحاجز كله هينهار. خلاص، طيب، الاحجار اللي متكونة هنا ما بتكلفنيش كتير. يعني ايه؟ يعني هي احجار طبيعية بتبقى موجودة اصلا عندي ايه في الموقع بتاعي. يبقى اول حاجة، اول طبقة عندي هي طبقة الكور، وهي الطبقة الداخلية لحاجز الامواج، وبتتكون من ايه؟ من احجار حجمها صغير جدا، وبالتالي النفاذية بتاعتها اقل ما يمكن. خلاص، الاحجار دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن احجار طبيعية متوفرة عندك، يعني ما بتكلفنيش التكلفة بتاعت الطبقة ديت اقل ما يمكن. ودي اول طبقة طبعا بتتنفذ عندي في حاجز الاموال. طيب، انا عرفنا ان اول طبقة عندي اهيت هي طبقة الكور من احجار طبيعية اهي. تاني طبقة هنتكلم عنها اللي هي بنسميها طبقة الارمر، وهي الطبقة الخارجية لحاجز الامواج. يبقى الطبقة الخارجية ده اهي، اللي هي ده هنتكلم عنها، هي طبقة الارمر. طبقة الارمر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن احجار. الاحجار دي احجامها كبيرة جدا لو جيت قارنتها بالاحجار الموجودة في طبقة الكور. يبقى طبقة الكور دي احجار صغيرة خالص بالمنظر ده، لكن طبقة الارمر احجار كبيرة جدا. طب ليه خليت طبقة الارمر دي الاحجار بتاعتها كبيرة؟ ليه خليت طبقة الارمر ديت الاحجار بتاعتها كبيرة؟ قالك لان الطبقة ديت هي المسؤولة عن الموجة، ان هي تحجز الموجة. يبقى الطبقة دي مسؤولة ان هي تحجز الموجة. طب ازاي الطبقة دي بتشتغل ضد الموجة؟ قالك ان الطبقة ديت بالنسبة للاحجار كبيرة جدا، والنفاذية بتاعتها عالية، وبالتالي كمان ان الموجة لما بتيجي تأثر على الطبقة ديت، الموجة ديت بيحصل ما بينها وما بين الاحجار ديت فريكشن نتيجة الخشونة بتاعة الحجر نفسه، فبيحصل فريكشن عالي ما بين الطبقة ما بين الحجر
وما بين الموجة، وبالتالي الموجة بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها تكسر على الحاجز، او مش تكسر بالمعنى اللي انت عارفه، لا، الموجة دي احنا قلنا ان هي عبارة عن طاقة. معنى ان الموجة بيحصل لها تكسر يعني ان هي بتفقد الطاقة بتاعتها، يعني بيحصل لها تشتت للطاقة بتاعتها، يعني بيحصل لها ديسبيتد. يعني الموجة عندي ازاي الحاجز الرابل ماوند ده بيحجزها؟ ان هو بيفقدها الطاقة عن طريق قلنا الفريكشن بتاع الحجر ما بين الحجر وما بين الموجة، ونتيجة النفاذية بتاعت الطبقة الكبيرة دي. خلاص، علشان كده انا استخدمت احجار كبيرة عشان تكون الرفنس بتاعها وبالتالي الفريكشن عالي، وعشان تكون النفاذية بتاعتها عالية. طيب، الاحجار الموجودة هنا قالك عندي نوعين، يا اما تكون احجار طبيعية، ودي طبعا خلاص متوفرة، يعني مش صعب ان انت توفر احجار طبيعية، او ان نبقى تستخدم فيها احجار صناعية. طيب، انا الافضل بقى الاحجار الطبيعية والاحجار ولا الاحجار الصناعية؟ وطالما الاحجار الطبيعية عندي متوفرة، ليه يفكروا في الاحجار الصناعية؟ الحجر الصناعي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن احجار سابقة الصب، من بتبقى من الخرسانة العادية، بلين كونكريت، بريكاست، سابقة الصب، بتتورد للموقع الانشاء وبتبدأ رصها ايه في الطبقة دي. طيب، الاحجار الطبيعية متوفرة، خلاص ما كنت خلصت وقلت خلاص طبقة القمر دي من احجار طبيعية وخلص كلام على كده، قالك لا، ده الاحجار الصناعية مميزاتها اكتر بكتير، لو جيت اقارنها مميزاتها اكتر بكتير من الطبيعي، وبالتالي استخدامها هتلاقيه لو جيت اقارنه كده هتلاقيه بيوفر لي تكلفة، خلاص تكلفته اقل من الحجر الطبيعي. كمان الاحجار الصناعية ديت قدرتها على ان هي تفقد الطاقة اللي تفقد الموجة الطاقة بتاعتها بتكون اعلى بكتير من الاحجار الطبيعي، لان الاحجار الصناعية الرفنس بتاعها او الخشونة بتاعتها اعلى بكتير من الاحجار الطبيعية. طالما ان الخشونة اعلى يعني الفريكشن عندي اللي بيتولد اعلى، وبالتالي تقدر تفقد الطاقة بشكل اكبر بكتير من الحجر الطبيعي. طب ليه برضو الحجر الطبيعي؟ قالك ان الحجر الطبيعي ده اشكاله، لما نيجي نشوف الحجر الطبيعي شكلها عاملة كده، ده حجر صناعي، ده حجر صناعي، ده حجر صناعي. قالك الاحجار الصناعية دي التشكلات بتاعتها كبيرة. يعني ايه التشكلات بتاعتها؟ يعني انت لو حطيت الحجر ده وحطيت حجر تاني فيه، نتيجة ان هيحصل تداخل ما بين الاحجار دي وبعضها، خلاص، فتوازن الطبقة ضد الموجة بيكون اعلى. يبقى هنا الاحجار الصناعية نتيجة ان التشكلات بتاعتها عالية، خلاص، بيحصل تداخل ما بين الاحجار وبعضها بيكون كبير، وبالتالي بيحصل توازن من الطبقة في الطبقة. يعني ايه؟ يعني لو موجة جت وخبطت، كانت موجة عالية جدا، وليكن ستورم ويف دي اعلى الامواج، وخبطت في الطبقة دي وحاولت تنزل حجر من هنا، مش هتقدر تنزل لو الحجر صناعي، لان كله متداخل في بعضه، خلاص كأنه بازل كده داخل في بعضه، فمش من الصعب ان هي ايه تنزل. يبقى الحجر الصناعي مميزاته ايه؟ قالك مميزاته اول حاجة قدرته على تشتت الطاقة، وان تشتت طاقة الموجة، وان هو يقدر يفقد الموجة طاقتها اعلى، وبالتالي كفاءته اعلى بكتير. كمان هو تشكلاته كتير، وبالتالي التداخل ما بين الاحجار وبعضها كبير، وبالتالي التوازن للطبقة عالي. ايه تاني؟ قالك ان الاحجار ده هي تكلفتها قليلة، وكمان الوزن بتاعها قليل. يعني الوزن بتاعها هيفيدني بايه؟ قالك لما الوزن قليل معناه ان اتزان الطبقة هيبقى اعلى، وما يبقى وزن الحاجز قليل، كمان الاجهادات اللي ممكن تعملها على التربة دهيت تكون اقل، خلاص، فتزود لي من اتزان الحاجز نفسه واتزان كمان الطبقة. خلاص، طيب، يبقى انا هنا هوت اقول تاني، طبقة الكور عبارة عن طبقة احجارها صغيرة نفاذيتها قليلة مسؤولة عن اتزان الحاجز، لو الطبقة دي انهارت الحاجز هينهار. الاحجار اللي مستخدمة في الطبقة دي هي احجار طبيعية، ما ينفعش استخدم غير احجار طبيعية. طيب، الطبقة التانية هي طبقة الارمر،
طبقة القمر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن احقار كبيرة في الحجم، نفاذيتها عالية، الرفنس او الخشونة بتاعتها عالية، وبالتالي وظيفتها الاساسية بتقدر تكسر لي او تفقد الطاقة بتاعة الموجة. خلاص، طالما بتفقد الطاقة بتاعة الموجة، كل ما بتفقد طاقة اكتر كل ما الكفاءة بتاعة الحاجز ده بيزيد. طيب انا هنا بستخدم ايه؟ قالك ممكن تستخدم حجر طبيعي او تستخدم حجر صناعي، والحجر الصناعي كمان افضل. ليه؟ لانك الحجر الصناعي ده وزنه قليل، وبالتالي بيزود لي من اتزان الطبقة، كمان تشكلاته عالية، وبالتالي التداخل ما بين الاحجار بيكون كبير، وبالتالي اتزان الطبقة اعلى. قالك قدرته على ان هو يفقد الموج طاقة الموجة اعلى من الحجر الطبيعي، وبالتالي هيزود لي من كفاءة الحجر. خلاص، طيب لو الحاجز بتاعي كنت خليته بالمنظر ده بس، قالك لما تيجي الموجة تخبط في طبقة الأرمر دي وتيجي تدخل كده اهوت، هتلاقيها تدخل ما بين الفراغات الموجودة ما بين الأحجار، وتيجي هنا اهوت تصد في طبقة الأرمر اللي هي النفاذية بتاعتها، طبقة الكور اللي هي النفاذية بتاعتها قليلة أوي. خلاص، فلما تيجي تنعكس ممكن تسحب لي احجار من الموجوده في الطبقه دي وتبدا تخرجها ما بين الفراغات دهيت، لان الفراغات كبيره، وتخرجها بره ايه؟ الحاجز. مع الوقت والموجه بتدخل وتسحب احجار وتخرج بيها، تسحب احجار وتخرج بيها، الطبقه بتاعت الكور دي هتفقد الاحجار بتاعتها. لما طبقه الكور دي تفقد الاحجار بتاعتها، الطبقه دي تنهار. معنى ان الطبقه انهارت يعني الحاجز كله هينهار. طب الحل في المشكلة دي ايه؟ قالك الحل في المشكلة دي ان انا اعمل طبقة تانية خالص هنا، اعمل طبقة تانية هنا ما بين طبقة الارمر وطبقة الفلتر. طب وظيفة الطبقة دي ايه؟ قالك هنعمل حجرة، هنعمل طبقة في النص هنا اهوت ما بين طبقة الكور وطبقة الايه؟ الارمر. الطبقة ده ايه؟ هنسميها طبقة الفلتر. طبقة الفلتر اهي. طب طبقة الفلتر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن احجار برضو، واحجار طبيعية، واحجار طبيعية، لكن حجم الاحجار دي متوسط ما بين حجم الحجارة اللي موجودة في الطبقة دي وحجم الحجارة اللي موجودة في الطبقة دي. خلاص، وظيفة الطبقة دي ايه؟ اللي هي طبقة الفلتر. قال لك اما تيجي الموجة هنا وتعدي ما بين الفراغات وتحاول تسحب الحجر ده هوت، طبقة الفلتر ده ايه؟ الفراغات بتاعتها ما يقدرش الحجر ده يخرج، فيروح راجع تاني مكانه. خلاص، يبقى طبقة الكور دي بتحافظ على طبقة الفلتر دي بتحافظ على طبقة الكور من ان هي تفقد الحجر بتاعها. يبقى لما الموجة تدخل هنا وتحاول تسحب حجر من موجود من طبقة الكور، ما تعرفش يخرج ما بين الفراغات دهيت. خلاص، يبقى انا هنا ثبته يرجع في مكانه، ثبته في طبقة الكور، يبقى انا حافظت على الاتزان بتاع طبقة طبقة الكور. يبقى انا اهو عندي ثلاث طبقات، يبقى انا اهوت الرابل ماوند مش طبقتين، هما ثلاث طبقات. اول طبقة طبقة الكور، احجار صغيرة، احجار طبيعية، وظيفته بتحافظ على بتحافظ على توازن الحجم. طبقة الفلتر، احجار طبيعية متوسطة الحجم، خلاص، بتحافظ على طبقة الكور من الانهيار. تالت طبقة، طبقة الأرمر، أحجار كبيرة ممكن طبيعية ممكن تكون صناعية، وظيفتها تفقد الطاقة بتاعة الموجة عندي، وبالتالي طبقة الأرمر دي مش موجودة، الحاجز كأنه مش موجود. طبقة الكور دي مش موجودة، معناه إن الحاجز ده هينهار. طبقة الفلتر دي مش موجودة، معناه الحاجز برضه هينهار، لأن طبقة الكور مع مرور الوقت مش هتبقى موجودة برضه. في مشكلة في حجز الأمواج ده. طيب تعال نتكلم بقى على طبقة الأرمر شوية، اللي هي الطبقة الأخيرة دي. طبقة الأرمر دي قلت أحجارها كبيرة، أحجار طبيعية أو أحجار صناعية، أحجار صناعية أفضل من الأحجار الطبيعية. طب إيه اللي بيحافظ لي، إيه اللي بيحافظ لي على التوازن بتاع الطبقة دي؟ أنا عايزة الطبقة دي ما يحصلهاش انهيار بأي شكل من الأشكال، لأن الطبقة دي هي المعرضة للموجة، كل ما الموجة بتعلى كل ما الطبقة ديت توازنها بيقل. طب ازاي انا احافظ على الطبقة ديت من قوة من الموجة وهي بتخبط فيها، احافظ عليها من الامواج؟ قالك اول حاجة بحافظ عليها ازاي؟ من طريقة رص الحجر.
قال لك انا عندي طريقتين لرص الاحجار في طبقه القمر، يا اما انا ارص طبقه القمر دي احط الاحجار طبيعيه بشكل منتظم، يعني احط حجره وبعدين فوقها على طول بالظبط اروح احط الحجره الثانيه وبعدين الحجره الثالثه والحجر الرابعه وهكذا. ده ايه؟ ترتيب او رص منتظم للاحجار، او ان انا اعمله بطريقه عشوائيه. يعني ايه الونش؟ هو بيحط الاحجار ديت يروح لميها وخلاص، ومطرح ما تتحط تتحط اهو يروح رميها بالمنظر ده. يبقى دي طريقه عشوائيه. الطريقه الطبيعيه، الطريقه المنتظمه ديت اللي هي طريقه رقم واحد، قال لك الطريقه ديت خلاص كل حجر معتمد على التاني. طب جت الموجه هنا اهو خبطت في الطبقه ديت، كانت الموجه عاليه جدا فاخدت الحجر ده اهو ووقعته، ايه اللي هيحصل للاحجار اللي فوقه؟ طالما كل حجر معتمد على التاني كل الاحجار اللي فوق ده ايه هتروح واقعه. فبدل ما كنت انا مثلا اعمل صيانه للحاجز نتيجه ان في حجر واقع اروح جايبه حجر تاني واحطها مكانه، لا ده انا هجيب كل الاحجار اللي فوقه واروح حطها مكانه. فدي مش طريقه عمليه ان انا ارص بيها الايه الاحجار بتاعي. قال لك الطريقه الثانيه والفعاله جدا اللي هي طريقه ان انا برص بطريقه عشوائيه، برمي الحجر وخلاص. بترمي الحجر وخلاص مش يعني معناها مش كل واحد معتمد على التاني، يعني مش كله معتمد بالتتابع على التاني، لا ده ممكن يكون اتنين مثلا معتمدين على واحد بس، او ممكن واحد معتمد على اتنين، فاهمين؟ طيب معنى كده ان لو الموجه مثلا الموجه هنا وجت خبطت الحجر ده وقع، هل الحجرين دول او حتى الاحجار اللي فوق هنا هتأثر عليه؟ هتأثر على حاجه؟ قال لك لا مش هتأثر على حاجه، مش ولا هتتأثر بيه ولا هتقع زيه. يبقى ده الحجر وقع خلاص، هتعمل ايه؟ هيروح بتاع الصيانه يروح جايب حجر مكان الحجر ده وحطه في نفس المكان خلاص. يبقى انا كده خلصت ايه رص الاحجار. يبقى انا هنا اهو اول حاجه تأثر لي على التوازن طبقه القمر هي طريقه رص الاحجار. المفروض ان انا ارص بطريقه، قال لك بطريقه عشوائيه، ما ينفعش ترص الا بطريقه عشوائيه خلاص. طيب ايه تاني ممكن يأثر لي على اتزان الطبقه دي؟ قال لك مكان الحاجز. طيب انا عندي هنا هو الحاجز ممكن يكون في منطقه بنسميها نون بريكن. يعني ايه نون بريكن؟ يعني الاتش ارتفاع الموجه على عمق الميه اقل من الواحد. يعني ايه؟ يعني عمق الميه قليل بالنسبه لعمق الميه الكبير، عمق ارتفاع الموجه قليل بالنسبه لعمق الميه الكبير خلاص. لما الموجه بتيجي تخبط في الحاجز ده هوت، تخبط في الطبقه دي هتعمل عليها قوه والفورس. طيب لو انا بقى الحاجز بتاعي في منطقه بنسميها منطقه تكسر، منطقه بريكن، ارتفاع الموجه على عمق الميه اكبر من الواحد، يعني عمق الميه كبير بالنسبه لعمق الموجه، ارتفاع الموجه كبير بالنسبه لعمق الميه القليل، لما تيجي تخبط الموجه دي في الحاجز ده هتتكسر على الحاجز ده، لما تتكسر على الحاجز هتعمل كمان والفورس. طيب دي اف واحد نتيجه نون بريكن، ودي اف اتنين نتيجه تكسر الموجه بريكن. قال لك لما نيجي نقارن ما بين القوه ده ايه وبين القوه ده ايه، هتلاقي ان الاف اتنين دي بتعادل 18 مره ضعف القوه ده ايه اللي هي اف واحد. وبالتالي الاخطر عندي وانا بصمم الحاجز في منطقه البريكن، لما يحصل قوه كبيره جدا ممكن يحصل انهيار للحاجز بتاعي ده اهو، فلازم اراعي ده في التصميم. طب ايه تاني ممكن ياثر على اتزان الطبقه؟ قال لك مكان القطاع بتاعي. انا مثلا الحاجز بتاع المينا بيبقى بالمنظر ده صح؟ كنت وانا بصمم المينا قلت هنقسم الحاجز لقطاعين، اول قطاع ده اهو هنسميه راس الحاجز الهيد، هنسميه الهيد بتاع الحاجز صح، والتاني قطاع هنسميه ايه؟ هنسميه قلنا الترانك، هنسميه الترانك. راس الحاجز ده بيبتدي من ايه؟ من اول خالص لغايه طول السفينه التصميميه، يعني الطول ده كله بيساوي الماكسيمم صح. الترانك ده ايه؟ الحاجز.
قال لك ايه اللي بيختلف ما بين الهيد والترانك؟ قال لك ان القطاع ده اهو خلاص معرض للامواج من ناحيه واحده بس، لكن قطاع الهيد ده هتلاقيه معرض للامواج من جميع الاتجاهات، وبالتالي ده تصميمه غير التصميم ده، وبالتالي الطبقة هنا اهو اتزانها اكبر بكتير من الطبقة دي، فلازم كل ده اراعيه معايا في التصميم. خلاص طيب، ايه تاني ممكن برضو يؤثر عندي على التخطيط او على اتزان طبقة الارمر؟ قال لك نوع الحجر بتاعي، قلنا الحجر الصناعي خلاص اكثر اتزانا من الحجر الطبيعي نتيجة التشكلات الكتير والتداخل ما بين الاحجار وبعضها. يبقى تاني ممكن سؤال يجي نظرة الامتحان يقول لك اذكر العوامل اللي بتزود من اتزان طبقة الارمر. هنقول اول حاجة طريقة رص الاحجار، عندي احجار طبيعية وعندي رص منتظم وعندي رص عشوائي، والعشوائي افضل من الرص المنتظم، وارسم له الرسم، الدكتور بيحب الرسومات جدا. تاني حاجة مكان الحاجز نفسه، هل هو موجود في منطقة نون بريكن، ارتفاع الموجة كبير بالنسبة لعمق المية قليل، وبالتالي او ولا هو في منطقة بريكن، ارتفاع الموجة كبير بالنسبة لعمق المية في القليل. في منطقة البريكن القوة اللي بتعملها الموجة على الحاجز بتساوي 18 مرة القوة اللي بتعملها ايه الموجة على الحاجز في منطقة النون بريكن. قال لك كمان بتتوقف على مكان القطاع، هل هو القطاع اللي انت بتصمم فيه كان في قطاع عند الهيد ولا في الترانك؟ خلاص نوع الحجر اللي انت بتستخدمه، انت هتستخدم حجر طبيعي ولا حجر صناعي؟ يبقى اربع عوامل بيأثروا لي على اتزان طبقة الارمر، اربع عوامل بيأثروا لي على اتزان طبقة الارمر. في مشكلة في الكلام لغاية دلوقتي؟ طيب عرفنا كل طبقة بتتكون من ايه؟ ايه عرفنا وظيفة كل طبقة؟ خلاص طيب ندخل بقى ايه على اخر مكون من مكونات الحاجز بتاعي، اللي هو ايه؟ اللي هو السايد سلوب ده. السايد سلوب ده السايد سلوب ده تعالى كل صفحه تانية بس، السايد سلوب ده خلاص اللي هو السايد سلوب بتاع الطبقه الاخيره اللي هي طبقه الارمر. خلاص هدي زاويه الميل ده هي الفا. خلاص انا بتعامل مع السايد سلوب بحاجه اسمها كوتان، حاجه اسمها كوتان الالفا. كوتان الالفا عباره عن ايه؟ عباره عن المسقط الافقي للميل لما يكون الراسي بيساوي واحد. فهمت الحته دي؟ هو عباره عن المسقط الافقي للميل لما يكون الراسي بيساوي واحد. يعني انا عندي ده وعندي الالفا ده، عايزه اجيب كوتان الالفا هنا، كوتان الالفا يعني المسافه ده بس لما الراسي بيساوي واحد. يعني معنى ده هقسم على الاثنين بقت واحد، اروح لازم اقسم هنا وكمان ايه على الاثنين، يبقى كوتان الالفا في الحاله دي بيساوي 3 على الاثنين. طيب الافضل عندي ان الطبقه دي يكون زاويه الالفا ده ايه صغيره بالمنظر ده، يعني الميل عندي اسمه استيبر، ولا الالفا بتاعتي تكون بالمنظر ده كبيره ويبقى الميل عندي اسمه مايلدر؟ الميل بتاعي كده افضل كده افضل ولا كده افضل؟ قال لك لو ستيبر خلاص نتيجة ان الطبقة ديت اخد الميل دهوت بتزود لي من اتزان الطبقة، كل ما بتزود لي من اتزان الطبقة. وكمان افضل في ايه تاني؟ لما الموجة بتخبط في الحاجز بتاعي بتلاقي ان جزء كبير من الحاجز معرض للموجة، جزء كبير من الحاجز معرض او جزء كبير من الحاجز بيقابل الموجة، وبالتالي الكفاءة بتزيد لانه كل ما الجزء الكبير ده يقابل الموجة كل ما يفقد جزء اكبر من طاقتها، فيبقى هنا الكفاءة بتاعت الحاجز بتبقى اعلى في الحالة دي. لكن هنا جزء صغير من الحاجز هو اللي بيقابل الموجة، وبالتالي الكفاءة بتاعت الحاجز بتكون اقل. كمان هنا خلاص الحاجز بتاعي هو تتلاقي ان احماله كلها بتتوزع على مساحة اكبر، وبالتالي الاجهادات اللي هتبقى موجودة على التربة هتبقى قليلة، فمش هتعدي قدرة تحمل التربة. لكن هنا هتلاقي ان العرض هنا قليل، وبالتالي احمال الحاجز
بتتنقل للتربة بإيه؟ على مساحة قليلة، وبالتالي بنزود الإجهادات على التربة بتاعتي. خلاص، يبقى هنا هو الستيبر أعلى من المايلدر في إيه؟ تقليل الإجهادات على التربة، زيادة كفاءة الحاجز، زيادة اتزان الطبقة. يبقى أنا هو خامس سبب بيزود لي من اتزان الطبقة الأرمر هو الميل بتاع الحاجز. كل ما يكون ستيبر كل ما يزود لي التزام. بتعامل مع الميل بايه؟ بحاجة اسمها كوتان الالفا، اللي هي ايه؟ اللي هي واحد، اللي هي المسقط الافقي للميل بشرط ان الرأس يسوع. طب معلش تاني كده عشان الكلام ده مهم جدا، لو فهمته خلاص الدرس خلص. عايز اقول من تاني ان اول حاجز معانا هو حاجز الرابل ماوند بريكوتر، وحاجز الرابل ماوند بريكوتر بيتكون من ايه؟ قالك بيتكون من ثلاث طبقات. الثلاث طبقات هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن طبقة كور، احجار طبيعية ومسؤولة عن اتزان الحجز، طبقة فلتر احجار طبيعية وهي المسؤولة عن الحفاظ على طبقة الكور، طبقة ارمر احجار طبيعية او احجار صناعية وهي المسؤولة عن فقد الطاقة بتاعة الموجة. خلاص، طبقة الارمر ديت مهم جدا ان انت تحافظ على اتزانها، لان هي المعرضة للموجة. خلاص، بتحافظ على اتزانها ازاي؟ ان انت ترص الاحجار اول حاجة بطريقة عشوائية مش بطريقة منتظمة. ان انت تراعي وانت بتصمم، انت بتصمم في منطقة نون بريكن ولا في منطقة بريكن، وانت بتصمم تراعي ان انت بتصمم في منطقة هيد ولا في منطقة ترانك. خلاص، وانت بتصمم تشوف الميل بتاعك على قد ما تقدر يبقى هو السيبر. خلاص، وانت بتصمم تحاول ان انت تستخدم احجار صناعية لان اتزانها بيكون ايه؟ اتزانها بيكون اعلى. خلاص، في مشكلة في الكلام ده لغاية دلوقتي؟ طب نبدأ بقى ايه في التصميم. نبدأ في التصميم. في التصميم بتاعي خطوات التصميم هما بس خمس خطوات. لما يقول لك تصميم حاجز الامواج نسيت خطوة هتنقص، لان لازم تصميم حاجز الامواج بيعتمد على خمس خطوات. اول خطوة عندك هو الارمر. اول حاجة يعني انت بتعمل ايه في التصميم؟ هقول لك باختصار. طبقة الارمر دي بتجيب المنسوب بتاعها، بتجيب سمك الطبقة قد ايه، سمك الطبقة، بتجيب وزن الحجر الواحد المستخدم في الطبقة دي قد ايه. بعد كده تدخل على طبقة الفلتر، بتجيب منسوبها، بتجيب السمك بتاعها، خلاص، بتجيب وزن الحجر الواحد المستخدم في الطبقة دي قد ايه. طبقة الكور بتجيب فيها ايه؟ بتجيب منسوبها، بتجيب وزن الحجر الواحد المستخدم فيها قد ايه. خلاص، طيب بعد كده بتعمل ايه؟ قالك ترسم القطاع، وتبقى كده انت خلصت المسألة بتاعتك. طيب نبدأ بقى اول حاجة ان احنا نبدأ بالارمر ونجيب وزن الحجر المستخدم في طبقة الأرمر قد ايه. قال لك اول حاجة في طبقة الأرمر انا عايز اجيب الوزن المستخدم، هرمز له بدبليو ايه، دبليو أرمر، يعني هيساوي جاما اتش تكعيب على كي دي في اس ناقص الواحد الكل تكعيب في كوتان الألفا. كوتان الألفا عرفنا اللي هي المسقط الافقي للميل بشرط ان الرأس يسوح. الجاما اللي هي الجاما بتاعت المية انا هاخدها بواحد وتلاتة من مية طن على المتر مكعب، اخدتها بواحد طن على المتر مكعب. حلو قوي، جميل. خلاص، طب الاتش عبارة عن ايه؟ عبارة عن ارتفاع الموجة عند القطاع اللي انت بتصمم عنده. انا عندي اهوت الحاجز بتاعي بالمنظر ده، انا بصمم حواجز الامواج بتاعت المينا. قالك بتصمم، قلنا بنقسمه الهيد وترانك. قالك بتصمم هنا اهو، عايزك تصمم عند ده، عند عمق مية معين مثلا. خلاص، يبقى انت هتجيب ارتفاع الموجة عند العمق ده اهو، هو ده اللي اتعود بيه. قالك هنا اهو عند عمق مية معين مثلا، يبقى انت هتجيب ارتفاع الموجة عند العمق ده اهو وتصمم بيه. بس تراعي حاجة، العمق اللي جايبه لك ده اهو، العمق اللي جايبه لك ده اهو، لازم تشوف العمق ده موجود في منطقة بريكن ولا منطقة نان بريك. يبقى انا هوت اول حاجة الاتش ده ايه؟ هجيبها عند العمق، عند العمق اللي انا بصمم عنده. بس قبل ما اجيبها
اشوف هل العمق ده اهو في منطقة بريكن ولا في منطقة نون بريكن. هعرف ازاي؟ هروح جايبة الاتش، هجيب اهو، خلينا ما نكتبش عشان هنجيب الاتش عدي. اتش عدي طلعت اقل من الواحد، يبقى انا في منطقة بريكن. قلنا منطقة بريكن يعني الموجة ما بيحصلهاش تكسر، بيحصل لها انعكاس. ارتفاع الموجة صغير، عمق المية كبير، ارتفاع الموجة ما وصلش بشكل كبير لقاع البحر، خلاص، وبالتالي مش هيتكسر. لكن لما يكون عمق المية كبير بالنسبة لعمق المية، الموجة نفسها بتوصل للقاع، وبالتالي الفريكشن بيزيد جدا، فالموجة خلاص بيحصل لها انفلات وبتتكسر. ده لما ايه؟ لما احنا نكون في منطقة البريكن، خلاص. هنجيب ده اهو، وليكن مثلا الاتش عدي طلعت لي اقل من الواحد، يبقى انا في منطقة نون بريك، يبقى ارتفاع الموجة هنا اهو، خلاص، هيساوي ايه؟ هيساوي المفروض لو مش عطولي عند العمق بتاعي، هيساوي اتش نوت في كي اس في كي ار. يعني مثلا في المسألة قال لك انا عايز اصمم حاجز امواج، خلاص، حاجز الامواج ده انا عايز اصممه في منطقة الهيد، حاجز الامواج ده عايز اصممه في منطقة الهيد وفي منطقة نون بريكنج زون، خلاص، واعطيني في المسألة الاتش نوت والتي، وقال لك انا هصمم عند القطاع اللي عمق المية عندي وليكن مثلا بتمانية متر. انت هتعمل ايه؟ نون بريكنج زون، يبقى انا الاتش بتاعتي بتساوي الاتش نود في كي اس في كي ار. طيب عمق المية بتمانية، الاتش نود عندي خلاص، الكي اس كنت بدخل الجدول بدي على ال نود واروح داخل الجدول على اخر خانة خالص، اجيب قيمة الكي اس. الكي ار مش عطاهالي، يقول لي خطوط الكونتور متوازية وخطوط الارثوجون العمودية، هناخد الكي ار بتساوي واحد، خلاص. يبقى هنا ده بقت عندي من جدول، دي معطي، دي فرضتها بواحد لو مش عطاهالي، او لو قايل لي ان خطوط الكونتور متوازية وخطوط الارثوجون العمودية عليها، يبقى الكي ار بتساوي واحد. ومن هنا قدرت اجيب ارتفاع الموجة اللي هعوض بيه في القانون ده. طب قال لك صمم حاجز امواج، حاجز الامواج ده في منطقة الترانك، منطقة الترانك وفي منطقة نون بريكنج زون، خلاص، وقال لك ان ارتفاع الموجة بيساوي 3 متر عند عمق مية بيساوي 6. ها، هنقول برضو ان الاتش بتساوي اتش نوت في كي اس في كي ار. لا، ده انا كنت بجيب الاتش ده هي اللي هي عند عمق مية 8 اللي هو ما كانش عطولي، لكن المرة دي هو عطيني عمق المية وارتفاع الموجة عند العمق ده، خلاص، يبقى هو عطالي جاهزة، يبقى الاتش هنا اهو بتساوي التلاتة على طول. الحتة دي مهمة جدا. يبقى هنا اهو لو عطيني اتش نود والتي وعطيني عمق المية وعطيني العمق مية ومش عطيني ارتفاع الموجة عند العمق ده، لازم اجيبه من القانون الاتش بتساوي اتش نود في كي اس في كي ار. طيب لو اعطيني ارتفاع الموجة عند عمق المية اللي قايل لك تصمم عنده، بتروح حاططها معوض بيها على طول في المسألة. طيب ده لو منطقة نون بريكن. طب لو افرض بقى ان قال لك صمم حاجز امواج، الحاجز الامواج ده في منطقة الترانك وفي منطقة بريكن زون، هجيب الاتش بتساوي ايه بقى؟ قال لك في الحالة ده هي في منطقة البريكن، هقول ان الاتش هنا اهو هساويها بالدي، يبقى اتش في منطقة البريكن بتساوي عمق المية. خلصت على كده، يبقى انا كده خلصت. يبقى انا اهو في منطقة البريكن سهلة جدا، على طول الاتش بتساوي الدي، الاتش بتساوي الدي، خلاص. يبقى انا اهو في مشكلة في البسط، خلصنا البسط. طيب بالنسبة لكي دي، ايه هو كي دي؟ قالك ده عبارة عن معامل بيعبر لي على اتزان الطبقة، يبقى المعامل اللي بيعبر لي على اتزان الطبقة. طيب من اسمه كده بيعتمد على ايه؟ على طريقة رص الحجر، صح، على مكان الحاجز بريكن ولا نون بريكن، صح، على مكان القطاع هيد ولا ترانك، صح، على كوتان الالفا اللي هو الميل بتاعي، صح، على نوع الحجر طبيعي ولا صناعي، صح. يبقى الخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم في الاول لانهم في القانون اهو، الكي دي بيعتمد على ايه؟ على خمس حاجات. طب هنجيب الكي دي ازاي؟ عندي جدول كي دي، هنجيبها من الجدول.
قال لك الجدول بتاعي بالمنظر ده متقسم ببساطة لنوع الأحجار، متقسمة مجموعة أحجار طبيعية ومجموعة أحجار صناعية. قال لك ان دي طريقة الرش، وهتلاقي ان كله بصفة عامة راندم، لان الراندم هو الاكثر اتزانا. قال لك ان متقسم هنا اهو الترانك، والترانك لوحده متقسم لحاجتين، في منطقة بريكن ولا في منطقة نون بريكن، والهيد لوحده متقسم لحاجتين، هو انا في منطقة بريكن ولا في منطقة نون بريكن. يبقى انا اول حاجة بدرس الحاجز نفسه خلاص، وبعدين بدرس القطاع، او المفروض ادرس القطاع الاول وبعدين ادرس الحاجز نفسه. يبقى مكان القطاع، ومن مكان القطاع اشوف الحاجز القطاع ده في اي منطقة. يبقى انا اول حاجة اشوف القطاع بتاع الترانك، طب الترانك ده عند عمق مية مثلا 6، هو في منطقة بريكن ولا نون بريكن؟ طيب هيد، طب هو انا في منطقة بريكن ولا نون بريكن؟ لازم اسأل نفسي كده. طيب خلاص، طيب هنعوض بقى، هندخل في الجدول ده ازاي. قالك اول حاجة خالص هتقول ان الوزن ايه ده اهو، هتفرض ان انت هتستخدم حجر طبيعي. طب هستخدم حجر طبيعي، انا عندي احجار كتير جدا، قالك انا هفرض اول حاجة ان الحجر بتاعي حجر طبيعي، وهستخدم حاجة اسمها سموث راوندد. استخدم اول حاجة حجر اسمه سموث راوندد، واجيب الوزن بتاع الحجر اللي هو سموث راوندد عادي خالص، دي مفيش اي حاجة تتغير فيها خلاص. هجيب الكي دي ازاي؟ قالك هدخل الجدول هنا، هدخل الجدول بالسموث راوندد. يبقى انا هدخل هنا واروح ماشية كده، الان ديت اللي هي عدد الطبقات، انا دايما برص في اي طبقة، سواء طبقة الفلتر سواء طبقة الارمر، على طبقتين مش اكتر. الرص عشوائي، طب انا في الترانك ولا في الهيد؟ قالك انت في الترانك. طب هو انا نون بريكن ولا بريكن؟ قالك نون بريكن، على حسب المسألة طبعا. انا المثال بتاعي نون بريكن وترانك، يبقى انا مش الترانك، نون بريكن مع السموث راوندد، اجيب الرقم ده. الرقم ده هو قيمة الكي دي، يبقى انا خلاص جبت من الجدول قيمة الكي دي. يبقى انا مشيت سموث راوندد، سألت نفسي ترانك ولا هيد، طب لو ترانك بريكن ولا نون بريكن، لقيتها نون بريكن، مشيت كده وجبت قيمة الكي دي اللي هو الرقم ده، عوض بقيمة الكي دي. الاس عبارة عن ايه؟ قالك الاس عبارة عن الجاما روك، الجاما روك على الجاما ووتر. الاس عبارة عن الجاما روك على الجاما ووتر. الروك هنا هو يا اما باتنين واتنين من عشرة لو طبيعي، او اتنين ونص لو كان صناعي خلاص. انا سيبك من الصناعي الوقت، انا الوقت انا فرضة ان انا هستخدم حجر طبيعي وليكن اتنين واتنين من عشرة، يبقى انا هعوض عن الجاما روك باتنين واتنين من عشرة، يعني الاس تقريبا باتنين واتنين من عشرة. يبقى هنا هعوض هنا بالاتنين واتنين من عشرة للحجر الطبيعي. كوتان الالفا مش بيعطالي، طب انا اجيبها ازاي؟ قالك لو انت خدت بالك في اخر الجدول، اخر الجدول هنا اهو، هتلاقي هنا خانه ايه؟ الكوتان الالفا. يبقى انا على حسب ما انا داخله كده اهو خلاص، هجيب كوتان الالفا اللي هو قالك من واحد ونص لتلاتة. افرض هاخدها بواحد ونص، خدها باتنين، خدها باتنين ونص، خدها بتلاتة، زي ما انت عايز خلاص. وليكن انا هاخدها مثلا باتنين، يبقى كوتان الالفا اخدتها عندي باتنين. بقى عندك كل حاجه موجوده، جبت الايه؟ الوزن الحجر المستخدم الواحد اللي هو حجر الطبيعي الواحد اللي هو سموث راوندد واحد، جبت الحجر بتاعي طلع اقل من 10 طن. قالك لو طلع اقل من 10 طن يعني خلاص الفرد بتاعك صح، وكمل المسألة بقى، وهات المنسوب وهات السمك بتاع الطبقة وكل حاجة، ده كده تمام. يعني الوزن ايه ده اهو، طلع ب8 طن، 7 طن، 5 طن، ايا كان، كمل المسألة ومش وكده خلص. ايه جبت كده الوزن الحجر، وهنا هنستخدم حجر طبيعي ومش هستخدم حجر صناعي. طيب قالك طب انا لما جيت عوضت في القانون ده هو الوزن الايه طلع ب12 طن، 12 طن يعني اكبر من ال10 طن. في الحالة دي يبقى انا الفرض بتاعي غلط، يعني انا هنا اهو ما ينفعش استخدم حجر طبيعي. قالك لان الحجر الطبيعي بيديني وزن كبير قوي للطبقة، وبالتالي هيزود الحمل بتاع ايه الطبقة على التربة، او حمل المنشأ على التربة، ويزود لي الاجهادات خلاص، ويأثر لي على اتزان الطبقة، وبالتالي لازم استخدم حجر صناعي. طب الحجر الصناعي اللي هتستخدمه، قالك هتستخدم نوع معين اسمه الدولة.
اسمه الدولة. ليه هنستخدم النوع ده؟ قالك لان النوع ده اكتر الاحجار تشكلا، وبالتالي اكتر الاحجار تداخلا، وبالتالي اكبر الاحجار اتزانا. خلاص، يبقى انا هنا اهو لو الوزن الايه ده طلع اكبر من 10 طن، يبقى انا هستخدم حجر صناعي اللي هو ايه، اللي هو الدولة. هنعمل ايه بقى؟ الجبهه اتغيرت؟ لا، هي 1.3 مليم. الاتش اتغيرت؟ لا، هي بتتوقف على النون بريكن او بريكن هيد او ترانك، يبقى دي ما اتغيرتش. الاس اتغيرت؟ اتغيرت. كوتان الالفا اتغيرت؟ اتغيرت. كده اتغير؟ اتغير. يبقى البسط ما بيتغيرش لو انا هستخدم هيد او لو هستخدم طبيعي او صناعي، لكن المقام كله بيتغير. طب تعالى نشوف الكي دي هجيبها ازاي. قال لك المره دي انا هستخدم حجر صناعي، يبقى الحجر الصناعي المره دي هو الدوله اهو. يبقى انا هدخل على الدوله وامشي. عدد الطبقات 2، طريقه الرص راندوم. طيب هسال نفسي، هو انا هيد ولا ترانك؟ قال لك المره دي بنغير بقى هيد. طب وانا بريكن ولا نون بريكن؟ قال لك المره دي خليها بريكن، المساله بتاعتي بريك. يبقى انا اهو همشي بريك مع الدوله، هيطلع لي الرقم ده اهو. الكي دي طلعت لي ب 8. شوف الفرق. الفرق ان هو كان في سموث راوند كان 2.4 معامل الاتزان، لكن في الدولس المعامل الاتزان شوف كام؟ 8، لان انا في منطقه بريك. شوف انت لو كنت بتحسب في نون بريكن زون معامل الاتزان انت ايه؟ 16، ضعف اتزان الطبقه في منطقه البريك. واخد بالك انت الكلام اللي احنا قلناه؟ طيب انا كده خلصت الجدول؟ لا، لازم امشي كده اهو، لازم امشي واجيب اخر خانه في الجدول خالص، وليكن دي كام؟ كوتان الالفا ب3. يبقى انا جبت هنا من الجدول الكي دي وكوتان الالفا اهو، بنعوض هنا. جبت الكي دي ب8 وكوتان الالفا هنا ب3. طب الاس بكام؟ قال لك ده حجر صناعي. طب هنستخدم 2.2 ولا 2.5؟ قال لك صناعي 2.5. بالرغم ان بص الجامه بتاعت الرك في الصناعي اكبر من الجامه بتاعت الرك في الطبيعي، لما اجي اشوف الوزن بتاع الطبقه نفسه لما جيت اعوض بالحجر الصناعي ده اهو، هتلاقيه بدل ما كان 12، لا باستخدام حجر صناعي وليكن مثلا بقى 3 طن. شوف الوزن قل قد ايه؟ شوف الوزن قل والاتزان زاد. واخد بالك انت؟ يبقى انا اهو الحته دي مهمه جدا، هي بدايه المساله. بتجيب دبليو اي وتعوض زي ما احنا قلنا. دبليو اي دي طلعت اقل من 10، انا هجيب دبليو اي وافرض ان انا استخدم حجر طبيعي واشوف طلعت قيمه دبليو اي اقل من 10، يبقى انا الفرض بتاعي صح وهستخدم حجر طبيعي وهكمل المساله على كده. طلعت الدبليو اي اكبر من 10، يبقى انا الفرض بتاعي غلط ومش هستخدم الحجر الطبيعي، لا انا هستخدم حجر صناعي لان الوزن بتاع الطبيعي كبير، وهستخدم الدوله واروح معوضه تاني في الدبليو اي. البسط ما بيتغيرش لكن المقام بيتغير، كل المقام بيتغير. بجيب وزن ايه تاني خالص نتيجة الحجر الصناعي، وهتلاقي لو جيت اقارن بالارقام هتلاقي الارقام قلت كتير جدا نتيجة ان انا استخدمت حجر صناعي. القانون ده مهم جدا، اهم حاجة تعوض فيه. طيب ده الوزن ايه؟ طب عايز اجيب، خلاص انا جبت وزن الحجر المستخدم في طبقة القمع، عايز اجيب سمك الطبقة. قالك سمك الطبقة بيساوي الام في الكي دلتا في وزن الارمر على الجاما روك اس تول. التي اللي هو الثيكنس بتاع الارمر. خلاص الان عباره عن ايه؟ قال لك عدد طبقات الرص. يعني انا هنا اهو اهو انا برص على طبقتين ازاي؟ يعني برص كده اهو حجر فوق حجر، ده الرص على طبقتين. الكي دلتا عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن معامل سمك الطبقه، وده بيجي من القانون على حسب نوع النوع ايه؟ نوع الحجر انت بتستخدمه. كان وزن ايه؟ كنت فرضا ان اللي انا استخدم حجر طبيعي، وزن ايه طلعت 8 اقل من 10، يعني الفرض بتاعي صح. يبقى انا هاخد ال 8 ده اهو واعوض بيه هنا اهو، واقول ان انا هستخدم سموث راوندد وامشي كده اهو، واجيب قيمه اللير ثيكنس كوفيشن اللي هو طلع ب1، واعوض هنا اهو ب1، واعوض هنا ب8. الجاما روك بكام؟ طبيعي ب2.2. طب الوزن ايه؟ فرضه ان انا هستخدم حجر طبيعي، الوزن ايه طلع ب12. يبقى انا ما ينفعش استخدم حجر طبيعي، لا هستخدم حجر صناعي. لما استخدمت الحجر الصناعي طلع الوزن بكام؟ ب3.5. خلاص يبقى انا عوض ازاي؟ الان ب2، الكي دلتا صناعي، يبقى ادور على الدولس او الدولس اهو وامشي كده اهو معاه، اجيب قيمه الكي دلتا
94 مللي، بعوض هنا اهو ب 94 مللي. وزن الايه هنا بكام؟ 3.5. الجمرك هنا بكام؟ ده صناعي ب 2.5. خلي بص المثال ده اهو، ال 8 وال 12 وال 3.5 معانا كده عشان نكمل بيهم المسألة، نكمل بيهم الحل. طيب بعد ما جبت سمك الطبقة ادخل على الطبقة اللي بعد كده اللي هي طبقة الفلتر. طبقة الفلتر عايز اجيب حاجتين دلوقتي، الوزن بتاع الفلتر وعايز اجيب ايه؟ السكنس بتاعه. وزن الفلتر قال لك ده بيتراوح ما بين وزن الارمل على الاربعة ووزن الارمل على العشرة. طب سؤال، هو طبقة الفلتر ده انت بتستخدم حجر طبيعي ولا حجر صناعي؟ قال لك لابد ولا مفر ان انت تستخدم حجر طبيعي في طبقة الارمل، طبقة الفلتر، يبقى ده لازم حجر طبيعي. يبقى اما تيجي تعوض هنا اهو في المسألة ده، في المثال ده، هتعوض بال 12 ولا هتعوض بال 3.5؟ طب ما ده حجر صناعي وانا ما بستخدمش حجر صناعي، يبقى اما اجي اعوض لازم اعوض بال 12 حتى لو مش هي الوزن بتاع الطبقه، لازم اعوض بيها برضه. يبقى انا هعوض بال 12 ده اهي، هحطها هنا اهو، يبقى عباره 12 على 4 و12 على 10. يعني ايه كده؟ يعني انت في طبقه الفلتر دي مش هتستخدم حجر بوزن واحد بس، لا ده انت هتستخدم حجر خليط من اوزان بتتراوح قيمتها من وزن ايه للاربعه على الاربعه لوزن ايه على العشره، خليط من احجار ميكس كده، ميكس من الاحجار دي. خلاص طيب بالنسبه لسمك الطبقه، الان باتنين، قلنا بنص دايما طبقه فلتر طبقه قمر على طبقتين، ان دايما هنا اهو باتنين، دايما الان باتنين. الكي دلتا قال لك الكي دلتا عباره عن معامل سمك الطبقه، وانا دايما بستخدم سموث راوندد، يبقى انا دايما هتبقى الكي دلتا بواحد، كي دلتا بواحد من غير ما تفكر حتى من غير ما تدخل في الجدول، الكي دلتا دايما بواحد. طيب وزن الفلتر بقى قال لك انا هاخد بقى الوزن الارمل على الاربعه ولا وزن ارمل على العشره، هنختار اي واحد؟ قال لك هتروح اخد الافريج، دي عباره عن المتوسط ما بين الجملتين دول. طب الجمرك، حد شاطر يقول الجمرك انا بستخدم فلتر حجر طبيعي، يبقى الجمرك هنا اهو باتنين واتنين من عشرة، دايما اتنين واتنين من عشرة. يبقى بص دي دايما اتنين، الكي دلتا دايما واحد، الجمرك دايما اتنين واتنين من عشرة، دي بس المتغيرة هي الافريج ما بين الاتنين. فيها مشكلة في الحتة دي؟ طيب خلصنا الفلتر، ندخل على الكور. الكور بيساوي ايه؟ الكور قال لك بيساوي وزن الارمر على 400 لوزن الارمر على 1000، نفس الكلام. طبقة الكور دي حجر طبيعي ولا حجر صناعي؟ ده لازم ولا بد ولا مفر ان انا استخدم في طبقة الكور دي حجر طبيعي، وبالتالي خلاص وزن الارمر هناخد ال 12 ولا ال 3.5؟ لا اخد ال 12 برغم ان انا مش هستخدمه، بس انا هاخده. خلاص يبقى هنا عبارة عن ال 12 على 400 وال 12 على ال 1000. طيب طبقة الكور قلنا ملهوش ايه؟ ملهوش سمك. طيب عايزه اجيب كام مناسيب الثلاث طبقات؟ طيب بص انا عندي الثلاث طبقات اهو، خلينا ناخد بالنا بس كده، عندي الثلاث طبقات اهو، انا جبت في الثلاث طبقات ايه عشان نعرف بس احنا ايه؟ قالك هنا اهوت انا جبت هنا وزن الطبق، وزن الحجر المستخدم هنا ووزن الحجر المستخدم هنا ووزن الحجر المستخدم هنا، جبت السمك ده بكام وجبت السمك ده بكام، صح؟ طب عايز اجيب منسوب ده وعايز اجيب منسوب ده وعايز اجيب منسوب ده. قالك لو انت عارف منسوب الكور ده اهو هتروح عامل ايه؟ عايز اجيب منسوب الفلتر، ما هو بيساوي منسوب الكور زائد التي فلتر. طب عايز اجيب منسوب الارم هيساوي ايه؟ هيساوي منسوب الفلتر زائد التي ارم. يبقى انا لو عرفت طبقه منسوب الكور كام هقدر اجيب منسوب الفلتر واجيب منسوب الارمر، يبقى هو ده اللي ناقص عندي بس اللي هو منسوب الكور. طبعا هنجيب منسوب الكور ازاي؟ قال لك منسوب الكور ده بيتوقف على طريقه تنفيذ الحاجز. يعني يعني انا ممكن الحاجز بتاعي، انا عندي الميه بالمنظر ده اهو، اهي الميه عندي بالمنظر ده، عمق الميه قليل وليكن مثلا بناخده قليل، يعني ايه؟ يعني اقل من 6 متر، اقل من 6 متر. في الحالة دي لما يجي انفذ الكور قال لك ممكن الونش يقدر يقف هنا اهو على البر هنا اهو او على الشاطئ هنا اهو ويبدأ ينفذ طبقة الكور بالمنظر ده اهوت كده، يبدأ يرص الاحجار هنا اهو. يعني ايه؟
يعني ممكن ينفذ طبقة الكور بمنسوب أعلى من منسوب المية بقد إيه؟ قالك باتنين متر. دي لو إيه؟ لو عمق المية قليل، يعني يقدر ينفذ طبقة الكور أعلى من منسوب المية باتنين متر. طيب منسوب المية اللي هو إيه؟ اللي هو ناخده منسوب اللو ووتر ليفل، اللي هو الصفر والصفر، اللي هو الصفر والصفر، منسوب الصفر والصفر. طيب افرض بقى ان عمق المية كبير بالمنظر ده، اكبر من 6 متر، وليكن مثلا 10 12 16 متر، هل ينفع انفذ طبقة الكور كده ويكون اعلى من منسوب المية؟ قالك لا، ان انا بستخدم هنا اهو حاجة اسمها اوناش عايمة، خلاص، وهي اللي تبدأ ترص لي منسوب الكور لغاية ما يوصل لي منسوب الكور ده يكون اقل من منسوب سطح المية ب3 متر، لغاية ما توصل لي لأعلى أقل من منسوب سطح المية ب3 متر. يبقى أنا أهو منسوب الكور بحسبه إزاي؟ قالك من طريقة تنفيذ الحاجز من الأرض أو من البر، لما عمق المية اللي أنت بتدرس عنده، كل ده اللي أنت بتدرس عنده أقل من 6 متر، يبقى أنا بنفذه من البر من اللاند، يبقى باخد منسوب الكور هيساوي الصفر والصفر زائد 2 متر. لو العمق المية اللي أنت بتصمم عنده أكبر من 6 متر، اكبر من 6 متر، يبقى انا بنفذه من البحر فروم سي، وبالتالي منسوب الكور هيساوي منسوب الصفر والصفر ناقص 3 متر. طب خلاص انا جبت منسوب الكور، اقدر اجيب منسوب الفلتر زائد الدي فلتر، اقدر اجيب منسوب الارمر بيساوي منسوب الفلتر زائد الدي ارمر. خلاص كده انا جبت ايه؟ بص لما نيجي نشوف كده اهوت في الخطوات بتاعه التصميم، هتلاقي انت جبت ايه؟ جبت كل ده وجبت كل ده وجبت كل ده، ناقص لك ايه؟ ناقص لك خطوتين. قال لك هو ممكن يكون ناقص لك خطوه وممكن يكون ناقص لك خطوتين، على حسب ايه؟ على حسب المساله بتاعتك. في ساعات في المساله يقول لك ايه؟ يقول لك ما يقولكش حاجه خالص. لو ما قالكش حاجه خالص يبقى انت ناقص لك خطوه واحده بس. لكن ساعات في المساله يقول لك انا عايز الحاجز بتاعي ده اهو، عايز الحاجز بتاعي ده اهو اللي انت بتصممه ما يسمحش ان الموجه يحصل لها اوفر توبنج. يعني ايه اوفر توبنج؟ يعني الموجه ما تعرفش تعدي من فوق، الحاجز اللي انت بتعمله يكون بارتفاع كافي ان الموجه ما تعديش في من فوق. طيب ارتفاع الحاجز بيوصل لغايه ايه؟ اقصى حاجه عندي الارمر، صح، منسوب الارمر. طب انا عايزه اشوف الموجه اقصى نقطه هتوصل لها هنا اهو قد ايه. لو اقصى نقطه هتوصل لها هنا اهو اقل من منسوب الارمر، خلاص يبقى الموجه، يعني مثلا لو الموجه هتوصل لغايه هنا اهو بس، ده اقصى حاجه توصل لها، وكانت اقل من منسوب الارمر، يبقى كده انا هصد الموجه ومش هسمح لها ان هي يحصل لها اوفر توبنج او تعدي من فوق الحاجز. طب لو الموجه بالمنظر ده اقصى نقطه وصلت لها هنا اهو وده منسوب الارمر، يبقى الموجه هيحصل لها اوفر توبنج. طب انا مش عايزه يحصل لها اوفر توبنج، يبقى انا لازم اتدخل واعمل حاجه توقف الموجه ان هي يحصل لها اوفر توبنج. طب ازاي بقى اوصل اعرف اول النقطه اللي اقصى نقطه هتوصل لها ازاي؟ قال لك اقصى نقطه هتوصل لها بتساوي منسوب الميه اللي هو الصفر والصفر، خلاص، وازود عليه منسوب الصفر والصفر ده اللي هو منسوب اللو ووتر ليفل، لان احنا قلنا في مصر ان الديتم بتاعنا هو اللو ووتر ليفل في المد والجزر. قلنا ان انا عندي منسوب هاي ووتر ليفل ومنسوب اللو ووتر ليفل. اللو ووتر ليفل ده منسوب الصفر والصفر بتاعنا، لكن انا لو عايز اوصل لمنسوب الهاي ووتر ليفل لازم اجمع عليه اهو، ده منسوب اللو ووتر ليفل وده منسوب الهاي ووتر ليفل. انا عايز اوصل من المنسوب ده لمنسوب ده، ده كنت بضرب في ايه؟ في حاجه اسمها التايدل رينج، المدى المادي، وده قلنا لو مش هطولنا هناخده بواحد متر، ناخده بايه؟ بواحد متر. وبعد كده بعد، يبقى انا هنا اهو عشان اوصل لاعلى نقطه هروح اخده منسوب الووتر ليفل ده واجمع عليه التايدل رينج، وصلت لمنسوب الهاي ووتر ليفل، واجمع عليه كمان ارتفاع الموجه بتاعتي، ارتفاع الموجه بتاعتي اهو، هوصل للنقطه ده، النقطه ده طلعت اقل من النقطه ده يبقى انا مش هيعدي، النقطه ده طلعت اعلى زي ما الرسم هنا اعلى من منسوب ده يبقى هيعدي. طب انا مش عايزاه يعدي، هنعمل ايه؟ هتدخل ازاي؟ هروح حاطه حائطه بالمنظر ده،
كان ممكن تفكر وتقولي طب ما انا ليه ما كنتش زودت سمك طبقة الارمر وخلاص. قال لك هتزود طبقة الارمر تكلفة عالية جدا. لو جيت قارنت ما بين ان انت تزود طبقة الارمر وان انت تحط حيطة من الخرسانة العادية بسمك مثلا ربع متر خلاص ونازلة كده بميل واحد لاربعة، هتلاقي ان التكلفة بتاعتها اقل بكتير من تكلفة ان انت تزود ايه الارمر سمك الارمر. يبقى انت بتبص للتكلفة كمان خلاص. يبقى الحل بتاعي لما يكون منسوب اللوتر ليفل زائد التايدل رينج زائد الاتش اعلى من منسوب الارمر ان انا اعمل حائط رأسي بالمنظر ده. دي خطوة لو قالك انه مش مسموح بالاوفر توبل، نون اوفر توبل، المنشأ بتاعي صممه كأنه نون اوفر توبل، لازم اعمل التشيك ده. عندي منسوب الارمر اقارنه ما بين منسوب الووتر ليفل زائد التايدل رينج زائد الاتش خلاص. طيب الخطوة دي خلاص عملتها، هنبدأ نرسم بقى. انا هرسم على اساس ان الحاجز بتاعي محتاج لفيرتيكال وول، يعني المنسوب ده اعلى بكتير من منسوب القمر. طب هنحجز هنرسم ازاي بقى؟ هنرسم انا عندي قلنا قطعين، يا اما قطاع في الترانك او قطاع في الهيد، كل واحد مختلف عن التاني. طب تعال نشوف اول حاجة قطاع الترانك. عامل كده قطاع الترانك عبارة عن ايه؟ عبارة عن هنا بحر يعني هنا في موجة، وهنا هاربر يعني مفيش امواج صح. هنرسم اول حاجة طبقة الكرة، هي طبقة الكور ديت خلاص نكتب عليها الوزن اللي انت طلعته من المسألة، وتكتب عليها المنسوب اللي انت طلعته من المسألة، كله سكيل ورسم توضيحي، يعني مش بسكيل قصدي، هو رسم توضيحي مش اكتر خلاص. بعد كده بترسم طبقة الفلتر، تكتب الوزن بتاعك، تكتب السمك بتاعك، بتكتب المنسوب بتاعك. طبقة الارمر بتكتب الوزن بتاعك، بتكتب السمك بتاعك، بتكتب المنسوب بتاعك. اوكي بتعمل انديكيشن بس للاحجار بتاعتي، بتوضح له ان انت فاهم ان دي احجار كبيرة لكن دي احجار متوسطة، لكن طبقة الكور دي احجار صغيرة. المنشأ ده هوت لازم يتعمل على فرشة، الفرشة دي برضو بتكون من الحجارة. الفرشة دي وظيفتها ايه؟ عشان الاحمال الكبيرة بتاعت الحاجز ده تتوزع على مساحة اكبر، وبالتالي اقدر استخدمه الحاجز بتاع ده اقدر استخدمه فور ايه؟ فور البور فاونديشن، للتربة الضعيفة، لان الاجهادات بتاعتي متوزعة على مساحة كبيرة بإضافة للفرشة خلاص، فبيقلل لي جات كتير على التربة. بعمل كمان فرشة تانية إضافية بالمنظر ده هوت، أخدة من طبقة الكور وماشية كده. يبقى أنا لو في فرشة أخدة من طبقة الفلتر من طبقة الكور، وطبقة تانية وفرشة تانية أخدة من طبقة الفلتر ده عشان كمان تزود لي من الاتزان بتاع طبقة الفلتر خلاص. عمق الفرشة الأولانية ده اهي تكون في حدود قد ايه؟ لازم ترسمها برضو 1.5 الانش، 1.5 الانش. طيب الطبقة دهيت الطبقة ده ايه؟ بتبقى في حدود قد ايه من سطح المية اللي هو الووتر ليفل هو تساوي منسوب الانش خلاص. طيب قلنا ان في حيطة، يبقى بالتالي لازم هنا اهو بعمل حيطة بالمنظر ده عشان الموجة هنا اهو ما تعديش وما يحصلش اوفر توبل. منسوب الحيطه دي المفروض يساوي ايه؟ هيساوي منسوب الووتر ليفل اللي هو اقصى نقطه ممكن توصل لها الموج عشان تصدها. يبقى منسوب الحيطه ده اهي بيساوي ايه؟ الووتر ليفل زائد التايدل رينج زائد الاتش. طيب الحيطه دي بترسم ازاي؟ قال لك هنا اهو بتبقى ربع سنتي، وبعدين هنا ما عرفتش ارسمها بس تنزل بميل 1 لـ 4. طب هنا انت محتاج للحيطه بالطول ده كله بالمنسوب ده؟ قال لك لا، لان هنا مفيش موجة، وبالتالي انا بعمل حتة صغيرة بالمنظر ده خلاص. طب ده الترانك، فاكرين الترانك عامل ازاي؟ كان كده احنا كنا بنرسمه كده صح. ده الترانك وده الهيد. الترانك ده انا هرمز العرض ده اهو، العرض ده اهو عرض بي، لان احنا قلنا ان الجزء العلوي ده اهو عبارة عن طريق، عبارة عن طريق، انا هرمز لهنا اهو ببي. طيب ده لو قطاع عند الترنك ترسم كده بالظبط، ما تزودش حاجه وما تنقص حاجه. طب لو انا بقى ايه برسم في الهيد نفس الكلام بالظبط، ده وتكتب كل بياناتك، وده خلاص ترسم الفرشه دي
والفرشة دي بتاعت الفلتر خلاص. طيب هنا محتاج الحيطة بتاعتك ناحية واحدة ولا ناحيتين؟ قالك ان الهيب عند موجة الناحية دي وموجة الناحية دي، وبالتالي هنا اهو او هنا اهو محتاج حيطة عالية، وبالتالي هنا اهو في حيطة عالية وفي حيطة عالية، منسوبها بيساوي منسوب الوتر ليفل تايد الرينج تايد الاتش. طيب قلنا في جزء الهيد ده اهو العرض ده اهو بيزيد صح، ما بيبقاش بي بس، لا هنا هو بنزوده بنعمل دبل كده، يبقى هنا هو دبل بي، العرض ده اهو بيبقى دبل بي، ضعف البي ده. طيب هنا هو مش قلنا هنا هو قلنا دي طريق عشان هنا هو العربية تقدر تلف وترجع تاني، فبنزود العرض هنا كمان. قلنا هنا هو بنعمل في النص هنا هو فنار، وبالتالي لازم ترسم الفنار بتاعك في المنظر ده خلاص. يبقى اقول لك مثلا قارن ما بين الترانك ما بين الهيد، قال لك ان الترانك هنا بحر لكن هنا هاربر، هنا بحر وهنا بحر. ها ايه تاني؟ قال لك في الترانك هنا في موجه يبقى في حيطه عاليه هنا اهو، لكن هنا مفيش موجه مفيش الا حيطه نفس منسوب الارمر، لكن هنا في موجه وهنا في موجه، وبالتالي الحطين لازم يكونوا نفس المنسوب اللي هو الووتر ليفل زي التايدل رينج زي الليتش. هنا مفيش فنار لكن هنا في فنار، هنا عرض الطريق بي بس لكن اهو عرض الطريق دبل بي عشان الموجة العربية تقدر تلف وترجع تاني، اكيد مش هنرميها في البحر خلاص. ده بس الاربع فروقات اللي موجودة ما بين القطع. في مشكلة في الرابل ماوند بريك ووتر خلاص، في مشكلة. انا ممكن اديكم فرصة الاسبوع الجاي ما نزلكوش حاجه، بس اهم حاجه تذاكروا الجزء ده لان هو جزء كبير شويه، فذاكروه كويس جدا. طيب تاني حاجه عندي بقى بعد الرابل ماوند بريك ووتر، مهم جدا و100% مساله جايه في الامتحان 100%، يعني مش هقول لك 99%، 100% جايه في الامتحان. طيب بالنسبه لي تاني حاجز عندكم هو الفيرتيكال بريك ووتر. الاسم ده ما عداش عليكم طبعا، عدى في الويف فورس سيكشن اللي قبل اللي فات خلاص. كنا ايه؟ كنا صممنا الفيرتيكال بريك ووتر ان احنا حسبنا في الفيرتيكال بريك ووتر ازاي نحسب الويف فورس اللي بتاثر عليه. قلنا الويف فورس ديت خلاص بتعتمد على مكان الحاجز بتاعي، هو الحاجز ده منطقه بريكن ولا منطقه نون بريكن، وعلى حسب بريكن ولا نون بريكن بنحدد الطريقه اللي احنا بنحسب منها الويف فورس. قلنا انا عندي ثلاث طرق صح، سان فلو ها وطريقه منكن، والطريقتين دول كل واحده فيهم ليهم شروط لو انا هستخدمهم، بس لازم يكون في منطقه النون بريك. والطريقه الثالثه اسمها بانولد، ودي هي طريقه واحده بتستخدم لو الحاجز بتاعي في طريق في منطقه ايه بريك صح. وقلنا بعد ما بنحسب الويف فورس بيقول لك اعمل تشيك على الاستابيليتي، ودي برضو على فكره المساله دي بتيجي على طول في الامتحانات، يعني السنه اللي فاتت جه المسالتين تشيك على ايه، تشيك على الاستابيليتي اللي هو اعمل تشيك على الاستابيليتي بعد ما تجيب الويف فورس اعمل تشيك على الاستابيليتي. طيب الويف فورس احنا خلاص ضيعنا سيكشن فيها، طب اعمل ازاي تشيك على الاستابيليتي؟ اولا اول حاجه عشان اعمل التشيك على الاستابيليتي عايزه اجيب ابعاد الحاجز بتاعي، يعني ارتفاع الحاجز ده قد ايه وعرض الحاجز ده قد ايه. قال لك لو انت عندك الارتفاع الحاجز تقدر تجيب بسهوله العرض بتاعه، لان انا هفرض ان العرض بيساوي نص الاتش، العرض بيساوي نص الاتش. طيب عايز اجيب الاتش بقى، قال لك الاتش ده على حسب انت استخدمت اي طريقه سهل كده. طيب انا مثلا مستخدمه طريقه سان فلو عشان احسب الويف فورس. قال لك سان فلو ده قال لك ان هو بيقول لي ان بتاع شكل توزيع الضغط اخد الشكل ده صح. قال لك فوق سطح الميه الارتفاع ده اهو عباره عن اتش زائد اتش نوت، المسافه ده ايه عباره عن الاتش زائد الاتش نوت. طيب يبقى هنا ارتفاع الحاجز انا قلنا ان انا في صنف لو او طريقه منكن انا مش عايزه في اوفر توبنج يحصل، وبالتالي انا عايزه ارتفاع الحاجز يكون اعلى من اعلى نقطه الموجه توصل لها. طب اعلى نقطه بطريقه صنف لو هتوصل لها عند اتش زائد اتش نوت، يبقى ارتفاع الحاجز لازم يزيد شويه
قال لك طيب الحجز كله ارتفاع قد ايه؟ قال لك بيساوي عمق الميه ده زائد الاتش زائد الاتش نوت اللي هي المسافه دي، واروح مزوده مثلا نص متر كليرنس، نص متر كليرنس في المسافه دي خلاص. يبقى ده لو هتستخدم طريقه سانت فلو. طب لو انا هستخدم طريقه منكن، كل ده في نون بريكن، كان شكل توزيع الضغط عامل كده، كان شكل توزيع الضغط عامل كده. خلاص ايا كان، قال لك كده اهوت، قال لك هنا اهو، كان ارتفاع الميه بيرتفع فوق سطح الميه هنا، المسافه ده اهي شكل توزيع الضغط، بيرتفع اعلى سطح الميه هنا مسافه 1.5 اتش. يبقى انا عشان اقلل الاوفر توبنج يبقى المفروض ارتفاع الحاجز يكون اعلى من 1.5 اتش. بقد ايه؟ قلنا مثلا نص متر. يبقى ارتفاع الحاجز كله هيساوي الدي زائد 1.5 اتش ده زائد النص متر ده. طب لو انا في منطقه بريكن بقى ما عنديش غير طريقه واحده، الطريقه الواحده كده اهو، شكل توزيع الضغط كان عامل كده صح. طيب عايز اجيب الحاجز، قال لك الحاجز برضو لازم يرتفع من اعلى نقطه وصلت لها الموجه بالطريقه بتاعتي. اعلى نقطه هنا هو كانت اتش بريكن على الاثنين صح، او اتش على الاثنين، يبقى هنا بيساوي الدي زائد اتش على الاثنين، واروح مزوده كمان نص متر. يبقى الاتش دي مختلفه، مختلفه على حسب ايه الطريقه اللي انت حاسب بيها الوسفورس. جبت الاتش فين؟ خلاص البي بتساوي نص الاتش، خلصت المسافه. نعمل تشيك على الاستابيلتي ازاي؟ ما هو الوسفورس دي ممكن تدور الحاجز وتقلبه، او تعمل له انزلاق ويتزحلق كده اهو، يتحرك بشكل جانبي بالمنظر ده، تزقه يعني، او تعمل اجهادات على التربه بتاعتي تكون اعلى من البيرنج. بس من اول حاجه بعمل تشيك على الاستابيلتي، يعني بجيب اول حاجه ام استابيلتي على الام اوفر تن يكون اكبر من السيفتي فاكتور، اللي هو لو مش عطولي هاخده بواحد وربع، هاخده بواحد وربع. لازم اعمل تشيك على السلايدنج عشان اضمن ان الحاجز ده ما يتزحلقش او ما يتزقش. خلاص عباره عن الميو، والميو ده لو مش عطولي تاخدها باربعة من عشرة في الوزن على الفورس، الوزن اللي هو وزن الحاجز. طب احنا اجيب الوزن ازاي بقى؟ قال لك ما انا عندي الاتش وعندي البي، طب ما الوزن هيساوي المساحه اللي هي اتش، الاتش معلش دي خلاص كده، الاتش في البي في ايه؟ في الجامه بتاعته. انا هنا هستخدم خرسانه مسلحه مثلا يبقى 2.5، هستخدم خرسانه عاديه يبقى 2.2 على حسب ما هو هيقول لك، هو هيقول لك يعني. خلاص جبت كده الوزن. طيب عايز اجيب الام استابيلتي، ام استابيلتي هجيبها ازاي؟ ما هو قلنا هنا هو اهم حاجه في تصميم الحاجز بتاعي ان وزنه يقدر يتغلب على القوه الافقيه اللي بتعملها الموجه اللي هي الوسفورس. يبقى اللي بيسبب الاتزانه هو الوزن بتاعه، يبقى عباره عن الوزن فيه، وليكن هو ده العزوم هنا عند النقطه دي، يبقى في البي على الاثنين، في البي على الاثنين. طب الام اوفر تيرنينج بقى اللي عايز يدور يقلب الحاجز هي الفورس صح؟ بتساوي الفورس عند النقطه دي في الاكس او مكان تركيزها اللي احنا برضو قلنا بنكتبها ازاي، في ايه؟ في الاكس. في مشكله في الكلام ده؟ عوض ده، كل حاجه بقت عندك، كل حاجه عندك هتعوض هنا. تشيك على الكابل ام استابلت على الام اوفر، لازم اكبر من السيفتي فاكتور اللي هو 1.25. تشيك على السلايد ميو في الوزن على الاف، لازم اكبر من السيفتي فاكتور اللي لو مش هتقولي هناخده بكام؟ 1.5. تشيك على الاستريسز، خلاص لازم تكون اقل، المره دي اقل، شوف الاثنين اكبر لكن دي اقل من ايه؟ من البيرنج كاباسيتي بتاعتي. في مشكله في الكلام ده؟ وحلين مساله في في الويف فورس عن الكلام ده. خلاص طيب سؤال نظري بقى، اقول لك احنا اخدنا دلوقتي حاجزين صح، الرابل ماونت، الرابل ماونت صح، والفيرتيكال بريك ووتر. ايه الفرق ما بين الحاجزين دول او قارن ما بينهم؟ قال لك اول حاجه الحاجز دهوت وظيفته ان هو لما الموجه بتخبط فيه بيفقد الموجه الطاقه بتاعتها نتيجه الرفنس، نتيجه الفريكشن، نتيجه الميل كمان بتاع الـ كل ما بيكون ستيبر كل ما ايه
التشتت بيكون اعلى خلاص. لكن الموجة هنا اهوت لما تيجي تخبط في الحاجز ده، حد يعرف ايه اللي بيحصل لها؟ حاجز رأسي وصلب، هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها انعكاس، هتكون زي ما احنا قلنا ستاندنج ويف او بارشل ستاندنج ويف. يبقى هنا اهو تشتت لضغط الموجة، لكن هنا اهو انعكاس للموجة. ده اول اختلاف. تاني اختلاف عندي، هتلاقي ان هنا اهو العرض كبير، وبالتالي حمل المنشأ بيتوزع على مساحة كبيرة، وبالتالي بيقلل الإيجادات على التربة، وممكن أنفذه for poor foundation يعني تربة ضعيفة أو weak soil. لكن هنا لا، ده هو العرض قليل والحمل كبير أو وزن المفروض كبير عشان يتصدى للورفورس، وبالتالي هو محتاج strong soil أو قوة أو تربة قوية، تربة قوية عشان ايه؟ عشان يتنفس فيه خلاص. طب ايه تاني؟ قال لك ده هو محتاج صيانة دورية، لان على طول الاحجار ده هي بتروح وقع بفعل الموجة، والصيانة الدورية ان هي تحط حجر مكان اللي وقع. لكن هنا هو لا، هو عيبه ان هو ممكن يحصل له انهيار مفاجئ خلاص، لكن هو ما بيحتاجش ايه صيانة دورية ولا حاجة. يبقى هنا كسرة الصيانة بتاعته، لكن هنا الصيانة بتاعته قليلة جدا او تكاد تكون مش موجودة اصلا خلاص. طيب هنا التكلفة بتاعته قليلة، التكلفة بتاعته قليلة بسبب ان الصخور موجودة ومتاحة خلاص، وممكن استخدمه لأعماق مية بس مش كبيرة. يعني هو تكلفته قليلة لو عمق المية قليل، يعني في منطقة شالو ووتر مثلا، لكن لو بدأت دخلت في منطقة الديب ووتر تكلفته تبقى كبيرة جدا جدا جدا، فما نقدرش ننفذه في منطقة الديب ووتر. لكن هنا ممكن يتنفذ في عمق مية مثلا، ترانزيشن في عمق مية أكبر من العمق اللي بيتنفذ فيه المنشأ بتاع الرابل ماوند ده، وتكلفته تكون أقل بكتير من التكلفة اللي بتتكلفها المنشأ ده خلاص. دول أربع اختلافات مهمين جدا في الايه في المقارنة. طب بالنسبة للمسألة بقى، مسألة سهلة جدا، بيقول لك صمم رابل ماوند بريك ووتر خلاص. عندي سكشن رقم واحد، اعطيني عمق المية وارتفاع الموجة عند العمق ده خلاص، وقال لك صمم عند القطاع ده اللي عمق المية عنده بستة وارتفاع الموجة عند العمق ستة بتلاتة واتنين من عشرة خلاص. طيب هو مش عارفين، انا هفرض بس هو المفروض بيديني في الامتحان، انا هفرض ان انا المنطقه دي خلاص، ان منطقه الهيد يعني القطاع بتاعي كان في الهيد، انا فرضه هو مش قايل خلاص. طيب عايز اجيب ده، هو انا في منطقه بريكن ولا نون بريكن؟ اقسم الاتش عدي، اتش عدي اقل من الواحد، يبقى انا في منطقه نون بريكن. انا عرفت اول حاجه ان هو في منطقه نون بريكن في منطقه الهيد. طب دي اقل من او يساوي الستة، يبقى انا في ايه؟ لو دي اكبر من الستة او يساوي الستة، يبقى انا في منطقة ايه؟ في منطقة ان انا هنفذ الكور بتاعي من البحر. تعالى ندخل على طول الارمر بتاعي، وزن الارمر هيساوي ايه؟ جاما اللي هي 1.3 مية، الاتش منطقة نون بريكن وهو عطال اصلا بتلاتة واتنين من عشرة، الكي دي من الجدول، الاس طب انا هستخدم حجر طبيعي ولا حجر صناعي؟ قال لك اول حاجه عندي انت بتفرض ان انت هتستخدم سموث راوند، ده فرض، يبقى لسه عندي باتنين واتنين من عشره. طيب يبقى ناقص لي كي دي وكتان الالفا، دول من الجدول. هطلع الجدول بتاعه اهو، الجدول بتاع سموث راوند لان فرض ان حجر طبيعي، هيت صح كانت نون بريكن، طلعت ان الكي دي نوت من الجدول كده 1.9. ما تنساش كده ان الالفا كان من 1.5 لـ3، افرضها مثلا ب1.5، افرضها ب3 زي ما انت عايز خلاص. يبقى ناخد 1.5 و9، 1.9 من 10 خلاص. يبقى كي دي من الجدول طلعت لي ب1.9 من الجدول، وهنا بكام؟ ب1.5. جبنا هنا وزن الارمر طلع لي ب8.9، اقل من 10 طن، اقل من 10 طن، يبقى انا ايه؟ الفرد بتاعي تمام، يبقى انا مش هستخدم الحجر الطبيعي. طيب هنجيب بعد كده ايه؟ هنجيب السمك على طول بقى خلاص، لا تحاول تاني ولا اي حاجه، هتجيب السمك على طول. ان قلنا ان دي عدد الطبقات ودايما اتنين،
الكي دي طالما سموث راوندد دايما واحد، قمر ركني طالما طبيعي دايما 2.2. وزن الأرمر 8.9، 8.9، 8.9. خلاص طلع لي مثلا السمك بكام؟ 3.2 متر. ندخل على تاني حاجة اللي هي الفلتر، صح؟ وزن الفلتر ده بيتراوح من وزن الأرمر على الأربعة لوزن الأرمر على 10، بيتراوح من كده لكده، يعني الأفريج بتاعه كده. طب دي فلتر ان باتنين، الكي دلتا بواحد، الجاما روك ب2.2. خلاص احفظها. وزن الفلتر اللي هي الافريج طلع لي السمك بيساوي كده. طب وزن الكور تروح من كده لكده، يعني متوسط كده. طيب هتنفذه من ايه؟ قلنا عمق الميه اكبر من او يساوي الستة، يبقى انا هتنفذ من البحر. يبقى من البحر يعني ايه؟ يعني عمق منسوب الكور اقل من منسوب سطح الميه ب3 متر. المنظر ده يبقى نوت، هناخد 3 متر، يبقى سالب 3. يبقى منسوب الفلتر بيساوي منسوب الكور زائد التي فلتر، هيطلع لي بكام؟ بسالب 1.2. منسوب الارمر هيساوي منسوب الفلتر زائد التي ارمر، هيطلع لي بموجب 2. المفروض في المسألة ما كانش جايب لك سيرة الاوفر توينج، ما كنتش اعملها، بس عشان هقول عشان اوريك بس بتتعمل ازاي. يبقى انا لازم اعمل تشيك على الاوفر توبنج. هقول هنا اهو ان المنسوب اللي هو طلف اللي هو 0.0 زائد التايدل رينج اللي هو 1 زائد ارتفاع الموجه 3.2، طلع لي المنسوب ده اهو 4.2. طب منسوب الارمر كان كام؟ 2. ده اعلى من ده، يبقى يحصل اوفر توبنج. طب لو قال لك نون اوفر توبنج، يبقى لازم اعمل فيرتيكال وول. كده خطوات حل المساله، خطوات حل المسألة. بعد كده ايه اخر خطوة خالص؟ هي الرسم. انا برسم هيد، صح؟ يبقى شكله ايه؟ حيطة الناحية دي عالية، حيطة الناحية دي عالية، هنا الفنار بتاعي. كل البيانات اللي انت بتجيبها بتكتبها عندك في المسألة، اكتبها عندك في المسألة، خلاص. طيب طب هنا بقى لو مكانش، لو انت ريحت دماغك وقلت هو مش قايل ان نان اوفر توبنج، فانا مش هعمل تشيك ومش هرسم في فيرتيكال وول، يبقى انا هرسم القطاع بتاعي بالمنظر ده، ده من غير حائط رأسي. خلاص في مشكلة في الكلام ده؟